حياكم الله شباب وياكم مصطفى من قناة لاس فور جيم فيديو اليوم راح نحكي عن تفاصيل تحديث 4.1 لعبة بيسل فيلد واربعين اللي نزل قبل يومين يعني وكعادة كل تحديث ما انزل عنه شيء الا اجربه واشوف شنو تفاصيله وشنو التصليحات صارت مضبوطة لو وشنو المشاكل اللي جابها يلا انزله مبدئيا اقول يعني لكم هذا التحديث تعبان 50% لا هو زين ولا هو مو زين يعني صلى شغلات وخربوا هو شغلات بس قبل ما نبدا الشرح خليكم الفيديو للنهاية تنسوا بالقناة وتنشرون الفيديو لاصدقائكم اهم تغيير هنا صار بهذا التحديث هو طور الاختراق صار 64 لاعب بس يعني بعد ما كان 128 لاعب مثل قبل حاليا يعني تدخل بس 64 لاعب موجود بس طور الاحتلال بقى بقبيل 64 و 128 بس الاختراق صار 64 لاعب وقالوا انه هذا التقليل حتى يخلي اللعب احسن ويحسن اللعب الجماعي وقالوا بعد يعني سكواد واحد قوي ممكن يغير بالخريطه كلها ويغير بالجيم كله فهذا يحسن باللعب الجماعي وطبعا هو مو على كل الخرائط غيروا بها الاعلام وسووها ال64 لاعب وخرائط لا قالوا حاليا ما يقدر يلعبها على ال64 ظلت على نفس أعلام ال128 قالوا ممكن نضيفها تلعبوها بس بقت الاعلام مالت نفسها مال 128 والخرائط هنا اللي غيروا بها الاعلام هي الساعه الرمليه ومنفست وكلايدوسكوب هذا اللي صار به تغيير اعلام وتقدر تلعبها 64 لاعب ومتوفرات حاليا واخيرا سيرفات الشرق الاوسط قمنا نلقى طور اختراق بعد ان كان ماكو اشهر نعاني منه او روح لازم نشوف غير انترنت مال غير شركه غير مشتركين عليها يلا نقدر نحصل سيرفات الاوروبيه لنلعب طور اختراق ونجي هسه تضعيف الشخصيات اللي صار طبعا هنا ضعفوا على شخصيه انجل صار الانجل بعد قبل من كان يعطيك من الجن طبعا ينطيك عتاد وينطيك درع بحدود 20% حاليا بعد ماكو انجل قام ينطيك فقط عتاد وعلى هذا التضعيف اعتقد هو ناس راح بعد ما تلعب بيه او تركيا لان يعني انت تاخذ على مود الدرع اللي يعطيك اياه 20% إذا قام ما ينطيك درع فماكو داعي على مود العتاد تقدر تشيل لك جنطه مال العتاد وتستغني عنه وعلى شخصيه بورس مغيره وعلى الرشاش مالته صار له تضعيف بحيث هسه قام ما يقدر يسوي لك سبوت من ورا الجدار قبل كنت حتى لو ورا الجدار بالمسافه الرينج مالته يشوفك بيه كان يعني يقدر يسوي لك سبوت حاليا ماكو ورا الجدار ما يقدر يسوي لك سبوت والتركيز مالته عليك صار اقل بحيث كان قبل كان يطول بحدود ثلاثة ثواني يظل مركز عليك حاليا لا ثانيه ونص الى ثانيتين وبعدين يغير على غير واحد وما يظل مركز عليك وعدد الطلقات مالته قللوها من 600 طلقه بالدقيقه الى 450 طلقه حتى قللوا سرعه الطلقات مالته للنصف وقللوا مدى الاستهداف مالته قبل كان يستهدفك حتى لو بعد 65 متر حاليا لا الى حدود 50 متر وراها ما يقدر يستهدفك والسبوت مالته قبل كان انه يسوي سبوت للجسم كله حاليا لا صح يصير سبوت 3 d والسكواد مالتك هم يقدر يشوف انه واحد مسوي لك سبوت وصلحوا وجلتش بالدرع مال شخصيه دوزر قبل كان من اكو دخان ما يقدر يضرب بالدرع مالته الاعداء حاليا الا هذا اللي صلحوه صار يقدر انه يضربك حتى داخل الدخان ممكن يضرب الاعداء ويوقعهم نجي هسه التصليحات العامه اللي صارت باللعبه فاول تصليح هنا عندهم صار هنا على الام اسيست قوه هنا قبل كان على اهداف المتحركه الام اسيست يكون شوي ضعيف ما يتبع الجندي حاليا لا صار قوي يقدر يتبع الجندي حتى ذا كان يركض بس بنفسه الوقت على اهداف الرفيعه قبل ما كانوا اهداف رفيعه ممكن يحط لك اياه بالنص وتيم مع الجندي حاليا لا ماكو هذا شالوه وعلى الام بتلاك هم قلوا على كل المنصات صار حاليا افضل المفروض ماكو بتلاك او صار كلش قليل على كل المنصات سواء على الحاسبه والبلاي ستيشن وحتى الاكس بوكس والقنبله اللي ام بي قبل كان ترميها على الجنود او المركبات كانت مرات ما تعطيك اكس بي حاليا لا اذا ضربت على الجندي او ضربت على المركبه تعطيك اكس بي على قد الضرر اللي سوته والادوات الثانيه اللي تستخدمها حاليا صارت تقدر تطلعها بشكل اسرع مثل السي 5 او القاذفه قبل كان شويه اكو تاخير لما نطلعهم حاليا لا صار بشكل اسرع تقدر تطلعهم وتستخدمهم اسرع من قبل وتغيير على البوصله قبل متيم كانت البوصلة تبين الأرقام صغيرة حاليا لا متيم متيم بالسلاح مالتك البوصلة تبين عندك كبيرة فوق بالشاشة والتبديل بين الأسلحة الجانبية والأساسية صار حاليا أسرع يعني من طلع المسدس صار عندك بشكل أسرع يطلع المسدس وأسرع من قبل بهواية لأن يعني قبل كان مرات تحسه بطيء أو شيء لا لا حاليا جندي صار سلس أسرع يقدر يطلع الأسلحة الثانوية وطبعا هنا غيروا على كل ارتدادات الأسلحة كل ارتداد غيروها بين أكو أسلحة ارتدادات افقيه وأكو أسلحة ارتدادات عمودية وتقريبا خربطوا كل الأسلحة خصوصا الصوت رايفل الـ ام جي والاس ام جي كنا نتغير يعني انا كنت متعود على وزن سلاح معين لا والله حاليا تغير وقمنا لازم نتعود عليه من جديد بس اكو اسلحة معينة مثلا الايس 42 المسافات البعيدة زودوا الدمج مالته من مسافة 100 متر وفوق صار الدمج مالته اعلى وبنفس الوقت قللوا الدمج السلاح السفار للمسافات البعيدة بس بالمسافات القريبة سلاح السفار صار كلش قوي بحيث قبل كنت تحتاج خمس طلقات ان الجندي بأقل من 20 متر حاليا لأربعة أربع طلقات تقدر تتوقعها فأغلب الناس شفتهم دا يستخدمون هذا السلاح حاليا وقلوا عدد المركبات طور الاحتلال مقدار مركبة واحدة وخصوصا بخرائط منفست واربتال وبطور الاختراق قللوا عدد المركبات كل خرائط يعني بما انه صار 64 لاعب كل خرائط غيروا عليها عدد المركبات ويختلف اذا كنت مهاجم او مدافع كل واحد صار له عدد مركبات معين سواء مركبات ارضيه او حتى طيارات وقللوا ضرر صواريخ الام 5 سي بالتحديث الفات زودوا الضرر مال هذه الصواريخ كانت قامت من تضرب الطياره بهت واحد توقعها حاليا لا دمج مال تقل بحدود 50% ونجي هسه نحكي ليش تحديث اقول عليه فاشل كل تحديث متعودين بتلفيد لازم يجيب مشاكل والمشاكل اللي جابها ناس جاب مشاكل اضاءه بالخريطه يعني اكو مناطق تشوفها اضاءتها مضبوطه ومناطق لا اشوفها اضاءتها ظلمه او من بينه فصار عندك جندي مقابلك صعب تشوفه او حتى لازم تعيم مرات ظل مركز يلا تشوفه فصار هنا عندنا مشاكل رؤيه بالخريطه وزادت هنا لاقات داخل السيرفر صار كل شوي يصير عندك لاك سواء إلك او حتى لمجموعه اللاعبين فتقريبا لكل لاعبين صار يجيهم لاك يعني كل خمس او عشر دقائق يجي لاك داخل السيرفر لكل اللاعبين ومرات متنوع مثلا يجي لك غيرك لا او العكس مرات يجي غيرك وإلك لا فمشاكل اتصال صار بيها يعني هنا خربوا الأسلحة وخربوا الاتصال وخربوا الرؤية داخل اللعبة فخربطوها يعني هذا التحديث لو ما جاء أفضل ومنتظرين على تحديث الموسم الأول اللي حددوه قالوا يوم 15 ستة راح ينزل الموسم الأول ويا تحديث والمفروض تنزل يا خريطة جديدة إذا ما غيروا أو غيروا تاريخ مالته أو أخروا شوي لي ورا ما لي لا بس ما ممكن يأخروا فقالوا يوم 15 ستة المفروض ينزل تحديث جديد وينزل الموسم الأول وناس انتوا تسولفون جربتوا اللعبه بعد التحديث لو اصلا انتوا عارفين اللعبه وما شاء الله بيها واذا جربتوها شنو رايكم بي واجهتوا المشاكل اللي قلناها شنو رايكم بالاسلحه ورا ما صارت تغييرات عليها كل هوايه لان حتى على اضافات الاسلحه صار تغيير يعني هنا كل اضافات تقريبا غيروه خصوصا الاضافات ما تقليل ارتداد الاسلحه هنا صار عليها تقليل بحيث قامت تقلل ارتداد مو مثل قبل ارتداد كانت تقلل بشكل عالي حاليا التقليل مالتها هيجي مقدار بسيط فاحكونا بالتعليقات شنو وضع هذا التحديث استفاديتوا منه استمتعتوا به لو حاله حق كل مره يخرب وهاي هي واذا كنت ما مشترك يا صديقي اشترك بالقناه وانشر الفيديو لاصدقائك وشكرا على المتابعه